هو ريال مدريد الكام سنه اللي فاتت دول فتح ريال مدريد 25 بطوله والاهلي 20. مظبوط بالظبط. انا كنت بفكر في ماتش بوكا جونيورز بيقول ان هو الثالث فدخل. وان شاء الله يعني ربنا يكرم يا رب. احنا يعني كان قدامنا فرصه السنتين اللي فاتوا وما حصلش نصيب، لكن ان شاء الله باذن الله قريب نرجع تاني للمكان ده. زي ما انت قلت احنا الحمد لله كل البطوله بنخشها بنحققها وبنحقق كمان ارقام. يعني الاهلي هو صاحب رقم قياسي في دوري الابطال، رقم قياسي في السوبر، رقم قياسي في ابطال الكؤوس، فكلها حاجات عظيمه جدا. يعني يا رب ان شاء الله تكون بداية خير النهاردة ونرجع تاني لمكانتنا الطبيعية اللي هي على قمة القارة الأفريقية. طيب بالنتائج الأهلي في دوري الأبطال يا دكتور أحمد، البطل النادي الأهلي فاز 8 مرات، كان الوصيف 4 مرات واخرهم آخر بطولتين ورا بعض للأسف، وكان الأهلي قريب جدا من تحقيق اللقب. كمان خرج من دور نصف النهائي 3 مرات، وخرج من دور الثمانية 7 مرات، وخرج من دور الستاشر 3 مرات، وخرج من دور 32 مرتين. صعب ان النادي الاهلي يخرج من دور 32 يعني مرتين، ده عدد قليل جدا اكيد. طبعا دي يعني النادي الاهلي دايما بيوصل للادوار النهائيه، دايما بيوصل يعني اخر سنتين مثلا رغم ان احنا ما خدناش البطوله الا ان انت بتوصل النهائي، واللي بيوصل النهائي دوت بياخد 4 نقاط في تصنيف النادي القرن في الاخر. بعد كده بتتحسب ان البطل بياخد 5 نقاط والنهائي بياخد 4 نقاط، فدي تفرق جدا. طبعا النادي الاهلي ما خرجش غير مرتين، ودي كانت من يعني من تعتبر من كبرى المفاجات على مستوى القاره، النادي الاهلي يخرج من الدور ال 32، لان فرق شاسع ما بين الفرق النادي الاهلي بيلعبها في دور ال 32. لكن دايما ممكن المفاجات تبقى وارده. طبعا المفاجات وارده، والدليل زي ما قلنا اولايتا ديتشا خرجت الفريق اثيوبي، والنهارده فريق اثيوبي خرج نادي الزمالك السنه اللي فاتت. بالظبط. طيب يعني خلينا نتكلم اكتر في تاريخ البطولات في دوري الابطال. والبطوله الاولى كانت للنادي الاهلي عام 82. النادي الاهلي لعب 10 مباريات، فاز في 5، تعادل في 3، خسر مباراتين، وليه 18 هدف وعليه 5 اهداف يا دكتور عادل. وكانت المباراه النهائيه امام كوتوكو، الاهلي فاز 3-0 والعوده كانت 1-1. كنا لسه بنتكلم على البطوله دي. البطوله دي يمكن كان زي ما قلت لك الاهلي في 81 وصل للدور قبل النهائي، وكان المفروض يلعب شباب القبائل الجزائري، لكن حصل ظروف وفاه الرئيس السادات فالنادي الاهلي انسحب من البطوله. في العام التالي على طول كان برضو قدر يوصل النهائي مع كوتوكو، وكان كمان في مباراه قويه جدا في قبل النهائي مع اينوجو رينجرز النيجيري، كان الاهلي خسر في نيجيريا 1-0، وكان اينوجو رينجرز من اقوى الفرق في القاره في الوقت ده، لكن قدر يكسب في القاهره بعدها 4-0. ثم كانت مباراه كوتوكو النهائيه، وكوتوكو كان في الوقت ده هو يمكن احد اقوى الفرق في القاره، يعني يكون اقوى فرق القاره، وكان عنده منتخب غانا كاملا يعني في الملعب. قدر وكان غانا لو فاكر برضه هي بطل افريقيا 82، فكان نجوم تقال جدا قدام النادي الاهلي، لكن الاهلي كسب بسهوله في مباراه الذهاب في القاهره 3-0 3 في الشوط الاولاني كمان، والاهلي قادر عده اهداف في الشوط الثاني. لكن رغم كده كان الاهلي رايح. السيناريو ده على فكره مع كوتوكو في بطوله افريقيا 2006 لما كسبنا الشوط الاول 4-0 قلت ساعه في اول 20 دقيقه جبنا 4 اهداف بالظبط، الشوط الثاني او بقيه الماتش كله ما جبناش اهداف بالظبط. لكن رغم كده كان مباراه العوده الجمهور برضه قلقان، لان كوتوكو على ملعبه كان فريق تقيل قوي في كوماسي، وحصل ظروف كتير قوي يمكن لعيبه الاهلي حكوها في الوقت ده، الحاجات السحر بقى والخنزير اللي كان لهم مدفون في الملعب، وزعيم القبيله اللي كان قاعد ماسك الاسد في المدرج، وكان حاجه صعبه جدا. لكن ولو اتقدم اشانتي كوتوكو بهدف، لكن في الشوط الثاني كابتن الخطيب سجل هدف التعادل، ويمكن اخر هدف بصراحه وكان هداف البطوله بالمناسبه 6 اهداف كابتن محمود الخطيب بالظبط، منهم 3 في النهائي يعني 2 هنا وواحد في غانا. بعديها يمكن انا فاكر الماتش ده احنا كنا بنسمعه في الراديو، يعني كنت يمكن لسه صغير شويه ساعتها، بس كان كابتن ميمي الشربيني بيعلق عليه في الراديو، وكنا متعصبين جدا، واخر 8 دقائق دول كان خلاص بقى الواحد مش قادر يستنى بالظبط. وبعدين بعديها بقى لما الفرقه رجعت طبعا كان احتفال كبير جدا باول لقب يخش النادي الاهلي، وكان اعتقد لقب مستحق جدا، وبدايه بقى سيطره النادي الاهلي على القاره الافريقيه بدات من 82 بالظبط. طيب ان شاء الله نتمنى النادي الاهلي يستمر في هذه السيطره ان شاء الله من خلال عوده البطوله هذا الموسم. طب دكتور احمد نتكلم لسه عن تاريخ بطولات النادي الاهلي، وبتحديد البطوله الثانيه للنادي الاهلي كانت عام 87. النادي الاهلي ايضا لعب 10 مباريات، فاز في 5، تعادل 2، خسر 3، ليه 18 هدف وعليه 6 اهداف، يعني نفس عدد الاهداف تقريبا في البطوله الاولى، لكن استقبلت هدف واحد زياده. المباراه النهائيه كانت امام فريق الهلال السوداني، فبالتالي دي كانت البطوله الثانيه بالنسبه للنادي الاهلي، وكان استكمال لمسيره النادي الاهلي ابتدت في 82. طبعا يعني البطوله دي كان في سنه الثمانينات دي، يعني كان النادي الاهلي لما بدا كان اول بطوله كانت اللي هي اتلغت سنه او انسحبنا فيها من النهائي، وبعد كده 82 اخذناها، وبعد كده 83 برضو انت يعني بتلعب فرقه زي الهلال السوداني في النهائي، كان ساعتها الجيل ده قوي جدا يعني سواء كابتن الخطيب سواء كابتن ربيع ياسين، كان يعني من الجيلات القويه جدا في النادي. كان هداف الاهلي برضو في البطوله دي كابتن محمود الخطيب 5 اهداف، وكان بعديه كابتن ايمن شوقي 3 اهداف، طبعا كان مهاجم كبير جدا طبعا.
طيب بطولة 2001 دي بطولة كانت مميزة جدا، كان النادي الأهلي قعد فترة كبيرة ما يحققش بطولات دوري أبطال أفريقيا. في الولاية الأولى مستر مانويل جوزيه النادي الأهلي قدر يفوز بهذه البطولة واللقب الثالث في تاريخ بطولات النادي الأهلي في بطولات دوري أبطال أفريقيا. الأهلي لعب 14 مباراة، فاز في 8، اتعادل في 3، خسر في 3، كان ليه 23 هدف واستقبل 10 أهداف. المباراة الأخيرة والشهيرة طبعا كانت أمام فريق سان داونز، وتألق فيها سواء مباراة الذهاب والعودة كابتن سعد عبد الحفيظ، كابتن خالد بيبو، خالد بيبو كان في عزه في الوقت ده دكتور. بالظبط. تمام. البطولة ما تتنسيش النادي الأهلي. طبعا يعني ظروف البطولة كمان، يعني الأهلي بدأ بدور المجموعات مع كابتن مع مستر مانويل جوزيه بشكل كويس جدا، أو فوز أول ماتشين، لكن بعديها حصل تراجع، خسارة من أسك وبعدين خسارة من بيترو أتليتيكو. كنا كسبانين ريال مدريد كمان ماتش. بالظبط. هو كان أول مباراة لي 4 أغسطس وبعديها على طول سافرنا كسبنا بيترو أتليتيكو 3-1 في أنجولا. كان جيلبرتو وفلافيو لسه في بيترو أتليتيكو. بالظبط. بالظبط. لكن يعني بعدها حصل زي ما بقول لك تراجع، وكان الخساره من بيترو أتليتيكو في القاهره، وكان لازم الاهلي يكسب شباب بلوزداد في الجزائر، وما كانش في اي في تاريخ الانديه المصريه مفيش ولا فوز كان لفريق مصر على فريق جزائري، وكسبنا 1-0 المباراه دي بهدف ابراهيم سعيد تسديده قويه جدا. والحمد لله عدينا. بعدين جه ماتش الترجي في قبل النهائي، تعادل في القاهره وفرص كتيره جدا، منها فرصه الكره قعدت تخبط في العرض 4 مرات دي، وهناك الترجي سجل جون في اول دقيقه، لكن كابتن سيد اللي كان مصاب ولسه راجع الملعب في المباراه دي، هو ابتدي المباراه دي. بالظبط. يعني هو كان فتره طويله جدا اصابه، وقدر يسجل هدف رائع جدا من اجمل الاهداف في تاريخ الاهلي في افريقيا، وقدر الاهلي يوصل للنهائي. وبعدين رجع سيد حفيظ برده سجل في النهائي في سان داونز في جنوب افريقيا، تعادلنا 1-1. اول هدف اللي جابه في الترجي كان من ولاك من اروع الاهداف في تاريخ الاهلي في افريقيا، يعني حاجه عظيمه جدا. والماتش ده كان في رمضان، والناس كانت قاعده يعني في القهاوي وكده من بدري جدا، كانت فاقده الامل شويه بصراحه. طبعا. لان كانت صعوبه يعني مباراه شمال افريقيا زي الصعوبه اللي موجوده دلوقتي، ولما تبقى كمان الفريق اللي قصادك يعني يجيب جون في اول دقيقه في المباراه طبعا اكيد يعني بالظبط كده. لكن الحمد لله. والنهائي طبعا خالد بيبو كان دي السنه العظيمه بتاعته، الاربع اهداف في الزمالك وهاتريك في نهائي دوري الابطال، وبعد كده جون في السوبر. فلكن طبعا ده كان الموسم التاريخي لكابتن خالد بيبو، والحمد لله كان عوده الالقاب وبدايه بقى عصر الالفيه اللي كنا لسه بنتكلم عليه. بالظبط. هو كان هداف البطوله بصراحه خالد بيبو، كان كمان معاه علاء ابراهيم. خالد بيبو كان جاب 6 اهداف، وكابتن علاء ابراهيم كان جاب 5 اهداف، كان احد المهاجمين مميزين جدا. نيجي بقى لبطولة 2005، وكانت ايضا بعد عودة مستر مانويل جوزيه في الولاية الثانية ليه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لعب 14 مباراة، فاز في 9، تعادل في 5، ما خسرش ولا مباراة. اول مرة النادي الاهلي يفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا كانت 2005 من غير ما يخسر ولا مباراة، وكان ليه 23 هدف وكان عليه 5 اهداف. المباراة النهائية طبعا الشهيرة كلنا عارفينها امام النجم الساحلي، كان 0-0 في مباراة الذهاب في تونس وفي سوسة بالتحديد، ومباراة العودة كان في استاد الكلية الحربية، وفوز النادي الاهلي بنتيجة 3-0. دكتور احمد، اكيد بطولة قوية جدا واستمرار لبطولات النادي الاهلي، وكان بصراحه انجاز كبير النادي الاهلي يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا من غير ما يخسر ولا مباراه. طبعا ده كان ساعتها بقى الجيل الذهبي للنادي الاهلي، كان ساعتها بدات ان انت تدعم بالصفقات ديت، كان النادي الاهلي وقع في الفتره ديت، بعد كده بدا الاداره تدعم بصفقات قويه جدا، بدا بوائل جمعه، كابتن وائل جمعه سنه 2001، بعد كده بركات، بعد كده بوتريكا، حسن مصطفى، شوقي، جيلبرتو، سيد معوض، بعد كده لا سيد معوض جه في الاخر، جيلبرتو 2008 وائل جمعه، كان جيل يعني قوي جدا. في ماتش النهائي ده كان 3-0، كان يمكن جون كابتن بركات جابها، وكان تسديده قويه جدا، كان اسامه كابتن اسامه حسني برده سجل براسه، وابو تريكه. كان جيل قوي جدا، ويمكن ده كان يمكن اقوى سنين النادي الاهلي كانت في الفتره دي 2005 و2006. كان ساعتها يمكن اللي يكسب النادي الاهلي كان يبقى مستحيل، يعني كان في سلسله لا هزيمه المتتاليه في الفتره ديت. الظروف متشابهه شويه يعني قبل بطوله 2005 بالتحديد النادي الاهلي كان جاب هذا الكم الهائل من الصفقات. السنه دي يمكن الاهلي كان محتاج صفقات كتير وبيسعى ان هو يدعم صفوفه بعدد من الصفقات، ممكن تكون الظروف مشابهه شويه. الظروف متشابهه، ولكن برضو المنافسين في العصر الجديد ده اقوى، يعني المنافسين بيدعموا يعني دلوقتي الامور الماديه بقت قويه، بقت المنافسين اقوى بكتير يعني. تمام. يعني ان شاء الله نتمنى كل التوفيق بشكل عام للنادي الاهلي. طيب بطوله 2006 يا دكتور عادل، دي بقى ما حدش يقدر ينساها، احلى لحظه في التاريخ، احسن لحظه في التاريخ فعلا. يعني النادي الاهلي لعب، كانت البطوله الخامسه طبعا ليه، النادي الاهلي لعب 14 مباراه، فاز في 8، تعادل في 4، خسر مباراتين، وكان ليه 24 هدف وعليه 7 اهداف. المباراه النهائيه كانت المباراه الشهيره والتي لا تنسى بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي امام الصفاقسي التونسي. مباراه الذهاب خلصت 1-1، وكانت الامال يعني الناس كانت شاكه ان النادي الاهلي خلاص كده الامور هتبقى صعبه في رادس. مباراه العوده والهدف الشهير جدا لابو تريكه دكتور عادل جاب 92. يعني الحمد لله الواحد حظه حلو انه حضر الماتش ده في الملعب، يعني فكانت دي يمكن احلى لحظه الواحد عاشها في حياته مع الكوره يعني.
اكيد كانت بطوله برضو ليها ظروف ان الاهلي كان زي ما دكتور احمد قال خلصنا 2005 واحنا في اعلى مستوى. يعني كان بطوله 2005 الواحد كل ماتش بيقول احنا هنكسب كام خلاص الموضوع بالزبط. يعني مفيش اي قلق عند الجمهور يعني. 2006 دوري ودوري ابطال افريقيا يعني بالظبط يعني دوري بقى برقم قياسي اعتقد بالزبط. 26 مباراه فوز 24 تعادل 2 كان رقم عظيم جدا. ودخلنا 2006 يمكن بدا بقى يعني الدنيا تبقى اصعب شويه وفاه طبعا محمد ابو هيبه الله يرحمه اصابات بقى طارق السعيد وابو تريكه اصيب لفتره وبركات اصيب فتره ومحمد شوقي توقف في المباراه النهائيه فكنا كانت الدنيا ابتدت تتصعب شويه لكن مستر مانويل عمل ماتش تاريخي طبعا وزي ما الناس كلها كانت بتحكي ان هو قال للعيبه من هنا بعد ماتش الذهاب من 1-1 احنا هنعمل ايه بالظبط هناك وسيناريو المباراه وده مشي بالظبط زي ما قال بس لقيت الاهلي ده قال لقيت الصفقات بالظبط لما وقف قدام الاوضه راح لهم الاوضه قال لهم انتوا فاكرين ان انتوا كسبتوا البطوله لا احنا هنكسبكم لعب نفسيا حلو قوي بصراحه بالظبط بالظبط يعني هو هو دي كانت اكبر مميزات مستر مانويل ان هو نفسيا عنده قدره غير عاديه مع التعامل مع الناس كلها يعني مع لعيبته ومع المنافسين ومع الاعلام ومع كل الناس فالحقيقه من البطولات يمكن تكون اغلى كمان من اغلى بطولات من النادي الاهلي حققها والسيناريو طبعا انك تكسب في الدقيقه 92 الناس كلها حافظه السيناريو اصلا بتاع المباراه كله مش بالزبط. الهدف يعني كمان بالزبط يعني. يعني فاكيد دي بالذات هيفضل ليها مكانه خاصه جدا عند كل الاهلاويه يعني. تفتكر كواليس الجون بالنسبه لك انت وانت بتتفرج انت كنت فين في هناك في تونس كنت في الملعب انا فاكر ان من بعد كره فلافيو اللي كانت جت في العارضه وشوت حسام عاشور اللي جون صدها دي انا طلعت وقفت في اخر المدرج كده على السور اللي بيننا وبين المدرج الفاضي اللي بنمر صفاقس حتى جه حد من امن التونسي بيقول لي ما ينفعش تقول مش هتحرك ما تقلقش بس انا ساعه الكوره بقى مش فاكر ايه اللي حصل انا لقيت نفسي في وسط المدرج الفاضي ده وقاعد على الارض مش عارف انا دخلت ازاي لغايه دلوقتي الناس كلها اكيد فاكره الفرحه يعني كل واحد فاكر فرحته كانت عامله ازاي في اليوم ده الدكتور احمد كان بالنسبه لك الامور ايه انا كنت قاعد يعني كنت قاعد على الارض في اليوم ده خلاص بقى خسرانين والدنيا تمام يعني اللي هو كانت الدنيا خلاص صعبه وبعدين صعبه يعني هو مش مصدق بعد كده لما جه الجون لقيت نفسي في يعني ايه في الحيطه بالظبط كده كلنا والله طبعا يعني كان اكيد كل المصريين فرحوا بهذا اللقب وهذا الهدف الغالي لمحمد ابو تريكه اللي خد في هذا الموسم هداف البطوله برصيد 8 اهداف وكان بعديه طبعا القناص الكبير عماد متعب برصيد 5 اهداف 2007 الاهلي وصل النهائي لكن خسر البطوله امام فريق النجم الساحلي 2008 كانت البطوله السادسه بالنسبه للنادي الاهلي لعب 12 مباراه فاز في 6 مباريات تعادل في 5 خسر مباراه واحده بس وكان ليه 17 هدف وعليه 10 اهداف دكتور احمد كانت النهائي او كان النهائي امام فريق قطن الكاميروني 2-0 مباراه الذهاب وكان بصراحه بدايه الشوط الاول الاهلي جاب هدفين والجمعه وفلافيو وما قدرناش ان احنا نجيب اهداف ثانيه ومباراه العوده كانت 2 تمام هي الفتره اللي هي من 2005 2006 2007 النادي الاهلي خسرها بالتحكيم في النهائي من العرجون الحكم هو دي فاحنا كان قدامنا فرصه ان احنا نكسب 4 بطولات ورا بعض 2005 2006 2007 2000 وكنا حق بالكلام ده لولا الحكم العرجون فده يعتبر من 2008 حصل طبعا في مباراه سوسه طبعا وفي العوده برضو الهدفين الضربتين الجزاء اللي ما اتحسبوش فانت عندك الاربع سنين دول كنت حق فيهم ان انت تاخد 4 دوري ابطال افريقيا ورا بعض بصراحه وكانت ترجمه للسيطره اللي حصلت للنادي الاهلي من الصفقات والتدعيمات كانت فرقه قويه كان جيل ذهبي فعلا يعني طيب كان هداف طبعا البطوله دي امادو فلافيو بعد ما كان طبعا. فلافيو عليه انتقادات كبيره جدا لكن الراجل كان هداف كبير جدا النادي الاهلي احرز 5 اهداف وابو تريكه 3 اهداف وهي اكيد كانت بطوله مهمه جدا وكان النادي الاهلي طبعا تاهل لكاس العالم للانديه للمره الثالثه في تاريخه. طيب بطوله 2012 كانت بطوله غاليه برضه يا دكتور عادل لعبنا 14 مباراه فوز 7 مباريات تعادل 5 مباريات هزيمه مرتين بس كان لينا 22 هدف وعلينا 13 هدف وكان المدير الفني طبعا كابتن حسام البدري وكان مباراه النهائي امام الترجي وكانت الامور مشابهه تقريبا ل 2006 في سيناريو النهائي احنا تعادلنا في برج العرب 1-1 وعلينا في اخر المباراه خالص هدف سيد حمدي وبعد كده كنا رايحين تونس الامور صعبه لكن البطوله كلها صعبه من اولها انا فاكر طبعا ما كانش في نشاط محلي بعد طبعا احداث بورتعيد والاستشهاد الجمهور النادي الاهلي والفريق دخل البطوله بظروف صعبه جدا تقريبا كل المباريات ما عدا النهائي بدون جمهور فكانت صعبه جدا على الفرقه فريق ما بيلعبش حتى نشاط محلي لكن قدر ان هو كان دافع ده مدي دافع للعيبه ان هم يكملوا في البطوله عشان كان واضح جدا ان بالظبط كده ان هو كمان وغير كده ان دافع يكملوا في البطوله عشان البطوله دي بالذات كانت اهداء للجمهور بتاعهم اللي يعني اللي استشهد في بورسعيد والحمد لله قدرنا ان احنا بأداء عالمي في مباراة العودة قدام الترجي أعتقد واحدة من أجمل مباريات النادي الأهلي عبر تاريخه كله خاصة في الشوط الأول كمان وتقدم في آخر دقيقة بهدف جده وبعد كده في الشوط الثاني هدف وليد سليمان الرائع جدا وأهدرنا ضرب جزاء في آخر دقيقة محمد أبو تريكة فكان يعني أعتقد بطولة فعلا برضو تتحط في التاريخ
ليها ظروفها كلها تخليتها من اهم البطولات واغلى بطولات الاهلي حققها. ودي كانت يمكن الكلمة المستحيل مش اهلاوي كانت بتعبر يعني باقصى درجاتها في البطوله دي تحديدا. كان نجم البطوله مين من وجهه نظرك في الوقت ده؟ لا كتير، بس اعتقد جده كان من اعظم اللعيبه في البطوله دي. هو كان ثاني هدافي البطوله يعني او هدافي النادي الاهلي، كان مؤثر في كل البطولات. حسام غالي كان مايسترو يعني. المباراه النهائيه دي ما تتنسيش، لا الماتش النهائي ده كان من اعظم ماتشات عملها في حياته كلها يعني. وهو طبعا كان فكره حسام غالي كمان كان مهم قوي في البطوله دي كقياده، كواحد بيشوف كل الظروف اللي الفريق فيها بيحاول يعلي الفريق على كل الحاجات. صعب يتعوض شويه جدا جدا كشخصيه وقياده في الملعب، وكان حاجه احنا مفتقدينها بشكل كبير قوي 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 يعني. لكن جده زي ما بقول لك كان مؤثر في كل الماتشات المهمه، وسيد حمدي كان مؤثر في ماتشين النهائي كمان يعني. كان بعيد على فكره خالص، هو ابتدى يرجع في المباراه قبل النهائي، قبل النهائي مع سانشاين بالظبط، سجل هدفين هناك وبعد كده جاب في النهائي هنا وصنع في النهائي هناك وجاب في كاس العالم، فكانت فتره تاريخيه برضو للسيد حمدي. لكن زي ما بقول لك انا شايف اعتقد ان جده كان يمكن هو نجم البطوله الاولي. تمام. طيب كان هداف طبعا بالنسبه للنادي الاهلي 6 اهداف محمد ابو تريكه، وبالنسبه ايضا الهداف الثاني كان محمد ناجي جده 5 اهداف. طيب بطولة عام 2013 والبطولة الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي حتى الآن، وبطولة رقم 8 كانت مع كابتن محمد يوسف كمدير الفني في هذا التوقيت. الأهلي لعب 14 مباراة دكتور أحمد، فاز في 7 مباريات وتعادل في 6 وخسر مباراة واحدة، وكان ليه 19 هدف وعليه 12 هدف. المباراة النهائية كانت أمام فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، المباراة الذهاب كانت 1-1، مباراة العودة كانت 2-0. وأعتقد من البطولة من البطولات الغالية أيضا على النادي الأهلي، واللي من ساعتها احنا بنحاول نحقق البطوله ان شاء الله السنه دي. بقى البطوله دي كان فيها برضو واقعه غريبه شويه، ان كان في نص النهائي كنا عدنا الماتش قدام القطن الكاميروني، كان حصل ظرف بسبب الامطار وعدنا المباراه. في مباراه النهائي طبعا كابتن ابو تريكه هو كان رجل البطوله دي من وجهه نظري. لو تفتكر في مباراه القطن دي ابو تريكه حط جون كان عالمي، قعد ينطط الكره بالمغه بعد كده حطيتها هناك في هناك الماتش اللي اتعادل ثاني يوم. والماتش النهائي برضو جاب ضربه ثابته منتهى الجمال يعني، اللي هي ضربه ثابته من نص الملعب حطها، كان ساعتها ابو تريكه وليد سليمان عبد الله السعيد احمد عبد الظاهر قدام، كانت تشكيله قويه جدا للنادي الاهلي، كان برضو تكمله للجيل الذهبي. وبعد كده دعمت عليه بقى بسيد معوض ودخل عليهم احمد فتحي، يعني كان جيل الذهبي للنادي الاهلي طبعا. واتمنى ان بقى البطوله دي تتكرر تاني، وان 2013 نعوضها بقى ان شاء الله 2018-2019 يا رب ان شاء الله من خلال بطوله النهارده او بطوله طبعا السنه دي بالتحديد، وبدايه مباراه النهارده امام فريق جيما الاسيوبي، يكون مشوار النادي الاهلي نحو تحقيق اللقب التاسع في بطولات دوري ابطال لافريقيا. اجمالي عدد المباريات بالنسبه للنادي الاهلي هنشوفه دلوقتي على الجرافيك، ونادي الاهلي لعب طبعا عدد كبير جدا من المباريات. لاعب الاهلي 262 مباراة، فاز في 129، تعادل في 76، خسر في 57، كان ليه 396 وعليه 206. نتائج الأهلي في دور ال 32 لدوري أبطال أفريقيا. طب خلينا نبتدي بإجمالي نتائج المباريات يا دكتور عادل. أعتقد عدد كبير جدا من المباريات اللي لعبتها، وعدد كبير جدا من مرات الفوز بالنسبه لفريق كبير جدا. هو اعتقد هو الرقم القياسي في كل حاجه. هو طبعا الاهلي لعب في كل بطولات افريقيا عموما اكتر من 500 مباراه كمان، لكن بنتكلم في دوري الابطال 262 مباراه، رقم هو اعتقد هو الاكبر، رقم نسبه فوز هي الاكبر ايضا. عندنا كمان اللاعب الاكثر مشاركه في تاريخ بطولات افريقيا حسام عاشور. حسام معدي ال 150 مباراه دلوقتي، ما شاء الله رقم ما حدش حتى قريب منه يعني. يمكن اللي بعديه على طول في الترتيب كابتن وائل جمعه، وائل تقريبا عنده 106 او 107 مباراه. فارقام طبعا كلها، لان الاهلي ده اكيد فريق الحمد لله كل سنه بيشارك في البطوله، كل سنه بيوصل لادوار متقدمه. يعني مش عايزين نقول ان هو بالنسبه للاهلي المركز الثاني فشل يعني، هو خساره النهائي حتى البعض بيعتبر مجرد وصوله يعني المجموعات بيعتبرها انجاز. وفرق كتير بتسمع تصريحات مدربين ان هو هدفه انه يوصل دور المجموعات بالزبط. الاهلي لا، الاهلي خساره البطوله بالنسبه له كانه خرج من الاول يعني. فطبعا كل ده يدي الانطباع عن الارقام دي، واكيد الاهلي معتاد ان كل الارقام القياسيه في اي بطوله بيخشها بتبقى مسجله باسمه يعني. حتى يعني كاس عالم الانديه كان لسه الفيفا امبارح بيتكلم على الموقع بتاعه ان اكتر 3 لاعبين شاركوا هم وائل جمعه وحسام عاشور ومحمد ابو تريكه. فالارقام القياسيه زي ما بقول لك في كل حاجه دايما الاهلي اي بطوله بيخشها الرقم القياسي مسجل باسمه. طيب خلينا نروح نشوف تقرير عن فريق جيما الاسيوبي ونرجع مره ثانيه. يدخل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي اختبارا هاما اليوم في مستهل مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يواجه نظيره جيما أبا جيفارا الإثيوبي
في إطار مباراة الذهاب لدور 32 من البطولة الإفريقية، وذلك على أرض ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية. نجح بطل إثيوبيا في بلوغ دور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك على أثر تخطيه فريق تيليكوم بطل جيبوتي في الدور التمهيدي للبطولة بمجموع مواجهتي الذهاب والعودة 5-3. بعدما انتهى لقاء الذهاب في جيبوتي بفوز جيما الإثيوبي بنتيجة 3-0، وفرض التعادل الإيجابي نفسه على نتيجة الإياب بهدفين لمثلهما. توج جيما بطلا للدوري في بلاده بصورة درامية في موسم 2017-2018 للمرة الأولى في تاريخه، وأول موسم له بالدوري الممتاز الإثيوبي ليحقق المفاجأة الكبرى. نجح أيضا في التغلب على العديد من الأندية القوية في الدوري الإثيوبي على رأسها البني الإثيوبي وسان جورج. أبرم جيما عددا من الصفقات بعد صعوده للدوري الممتاز، كان من أبرزها الحارس الغاني دانييل أرجي من سيمبا تنزاني، ومواطنه أمين محمد وأرون أموا لاعبي الوسط الهجومي. سبق لجيما أن تعامل مع الأندية المصرية في إبرام صفقات اللاعبين، حيث منح مهاجمه النيجيري أفولباي إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الحالي، وساهم أفولباي في تتويج جيما ببطولة الدوري بعدما حصد لقب الهداف. خاض جيما مباراة واحدة بالدوري الإثيوبي هذا الموسم الذي انطلق منذ جولتين، حيث تفوق خلالها ليحصد النقاط 3 وليلقب الفريق في إثيوبيا بالملوك. يهول الجهاز الفني للفريق الإثيوبي على مجموعة متميزة من اللاعبين، وهم الثلاثي الأخطر إلياس أتارو كابتن الفريق، وصانع الألعاب الليبري مامادو سيديبي الذي نجح في تسجيل 3 أهداف في بطولة دوري أبطال إفريقيا. هو يعتبر محور الأداء الهجومي الذي يعتمد عليه الخط الهجومي لبطل إثيوبيا. التقرير كان مهم اتكلم فيه عن فريق جيما الاثيوبي واللي هنواجهه النهارده. هروح بتفاصيل عن فريق جيما الاثيوبي، بس عايز اسال دكتور عادل كرايم الاول، بما انك طبعا متابع للكره الافريقيه من زمان، هل الخريطه دلوقتي اتغيرت شويه في الكره الافريقيه ولا لا؟ هي بتتغير بقى لفتره كمان على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه، يعني خاصه المنتخبات. يمكن الانديه لا زالت لسه في السيطره الاكبر يمكن لفرق الشمال، وفرق جنوب افريقيا بتقاوح من فتره زي ما شفت سان داونز في 2016، لان هم دول يمكن اللي عندهم القدره على الانفاق في الوقت الحالي. غالبيه الدول الغرب تحديدا نيجيريا وغانا وكوت ديفوار بتعتمد لعيبتها ان هم بيخرجوا بدري قوي، بتعتمد على الاكاديميات وان اللعيبه بتتصدر بره لاوروبا بدري. فيمكن السيطره بقت اكتر لفرق الشمال وفرق الجنوب، يعني شايفين برده فرق انجولا بدات تخش لما شفنا بريميرو اوغوستو السنه اللي فاتت، لان هما دي الدول اللي عندها قدره على الانفاق وعلى ان هي تجيب لعيبه بمبالغ كبيره. على مستوى المنتخبات انت شفت اكيد مدغشقر، وشفت موريتانيا، شفت الراس الاخضر قبل كده، فعلا وغينيا بيساو في الوقت الحالي برضو. في دول جديده بدات ان هي تهتم اكتر بالتخطيط الطويل المدى، زي ما حصل مع موريتانيا تحديدا مثلا من ساعه ما احمد ولدي حمسك الاتحاد وعمل خطه كبيره وقويه جدا واثمرت مع منتخب موريتانيا في الوقت الحالي. احنا لازم نواكب التغيير ده بقوه، لان احنا لو فضلنا فاكرين بس ان احنا فوق وان احنا الكبار والرياده هتتأثر جامد. اعتقد الاهلي يعني يمكن خساره البطوله السنه فاتت تدي دفعه شويه ان الناس لازم تشتغل تتحرك اكتر من كده شويه، ان احنا نقدر ندعم الفريق بشكل كبير اكتر من كده، بحيث ان الفريق يقدر ينافس مره تانية. عايزين نرجع كاس عالم الانديه تاني بقى، احنا يعني بقى لنا كتير ما لعبناش. حسيت الاجواء هناك بصراحه، يعني الواحد لما كاس عالم بتلعب دلوقتي واحنا مش موجودين بيبقى متضايق بصراحه، مش عايز يتفرج اساسا. بالظبط. فاتمنى ان شاء الله يعني الواحد شايفه ان في تحركات، اتمنى انها تستمر او تكمل على بشكل مميز. اتمنى ان الجهاز الفني الجديد يبقى موجود بشكل طبعا مع كامل الاحترام كابتن يوسف، وان هو بيأدي دوره وبيأدي اللي عليه، لكن اكيد لما يبقى في جهاز فني ثابت وعارف دوره وعارف المطلوب منه هيبقى الدنيا افضل كمان. فان شاء الله باذن الله يعني في خلال الفتره اللي جايه الدنيا تتحسن. لكن يعني السؤال اللي انت كنت تقوله، الخريطه اتغيرت وبتتغير، والفرق اللي احنا كنا بنقول ما بقاش فيها حاجه اسمها فرق صغيره، ما بقاش في نتائج اللي بنسمعها بتاعه 6 و7 كان ده ما بقاش موجود. اي مباراه بقت صعبه، ف
ربنا يكرم ان شاء الله. يا رب يا مسهل. طيب دكتور احمد ثابت، عايزين نتكلم بشكل مفصل اكتر عن فريق جيما الاثيوبي، اهم ما يميز هذا الفريق، طريقه لعبه، اهم اللاعبين، كل ما يخص هذا الفريق. اول حاجه طبعا فريق جيما الاثيوبي هو طيب استاذنك